البولينوميالز. نقدر ناخد ده ابلكيشنز على الماتريكس. وهو ده ابلكيشن صغير نقدر نعتبره ابلكيشن على الفيكتور البولينوميال. ليه حاجه بالشكل ده كده؟ ليه حاجه فيها اكسات بس، فيها فاريبل واحد باسس مختلفه، اكس تربيع، اكس تكعيب، اكس واحد، اكس صفر اللي هي حد مطلق، وممكن يبقى فيه اكس سالب وهكذا. فدي البولينوميال، ها كثيره الحدود. عايزين نتعامل معاها. نتعامل معاها ايه؟ بكل بساطه انا عايز اجيب الجذور بتاعتها. ممكن اجيبها ازاي؟ فلما اديك بولينوميال بالشكل ده لازم الاول تحولها صورتها لصفريه، يعني تجيب كل الحاجات دي ناحيه ثانيه. ده شغل الرياضه الاول قبل ما نخش على ماتلاب. كده تقدر تدخلها الماتلاب. واحنا مش هندخلها الماتلاب باعتبارها بولينوميال، يعني احنا واحنا بندخلها الماتلاب هنحطها في صوره فيكتور. فيكتور من ايه؟ فيكتور من الكوفيشنتس دي اللي هي ده 1 وده 1 ودي سالب 6. عشان كده لازم نرتبها الترتيب ده، خدهم بدايه من الكبير للصغير وادخلهم جوه فيكتور. خلينا نعمل سي سي كده، اقول له مثلا البولينوميال دي مثلا سميها بي، واقول له 1 و1 وسالب 6. هو انا كده دخلت بولينوميال؟ يعني انا ضغطت انتر كده يكتب لي بولينوميال؟ لا، هو ده فيكتور، فيكتور عادي. ها طيب، ممكن اجي اقول له بقى ايه؟ والله انا عايز الجذور بتاعت البولينوميال دي. اقول له والله انا عايز الروتس للبي، حيث البي دي مش البولينوميال، حيث البي دي عباره عن فيكتور يحمل كوفيشنتس بالترتيب بتاعه البولينوميال، صح كده؟ هو هنا يدي لي الروتس على طول، سالب 3 و2. يعني دي انتوا مش عارف فاكرينها ولا لا، كنا بنعملها بالشكل ده، حاجه كده اللي هو 6 والفرق بينهم 1، دي 3 في 2 يعني، صح كده؟ فاكرين الكلام ده صح؟ مظبوط. ها يعني الناتج طلع مظبوط. طيب طب انا عايز ادخل برضو المعادله دي، اكس تكعيب سالب اكس، اكتبها ازاي؟ اقول له بولينوميال بتساوي ايه؟ 1 سالب 1. اه 1 سالب 1 دي معناها ايه؟ دي معناها اكس سالب 1 بتساوي 0. ما كانش ينفع نسيبها كده صح؟ الموضوع هيتلخبط. ها لازم اجيبهم من كبير للصغير واخد بالي من الحاجات اللي مش موجوده. يعني هنا في اكس تربيع 0 صح؟ ولحد ما اوصل للحد المطلق، يعني دي لو كانت اكس تكعيب بس بتساوي 0، لازم ادخل ثلاث حدود بعد كده، المعامل بتاع الاكس اس 2 ومعامل اكس 1 وبتاع اكس اس 0 صح؟ اللي هو الحد المطلق. في الحد المطلق هنا بكام؟ بيساوي 0. فالمفروض هنا بتاعت الاكس تربيع ودي كده بتاعت الصفر بالترتيب، صح كده؟ دي كده تبقى بولينوميال. طبعا هو مش هيكتبها لك بولينوميال، بس انا ممكن اجي اقول له والله انا عايز الروتس بتاعت البي دي، هيقوم جايبها كده بالشكل ده. وطبعا مش شرط ان انا اعملها في فاريبل، يعني مثلا بص كده ده كده مش شرط. الاول كنت اخزنها في فاريبل وبعد كده اقول له هات لي الروتس بتاعتي، يعني كنت ممكن اجي اقول له الروتس على طول كده، وجوه القوسين ده احط له الايه؟ احط له اري كده تمشي. ها اصل هو الجمله دي معناها ايه؟ معناها روح الميموري عند المكان اللي اسمه بي، هات محتويات وحطها لي في القوس هنا، كويس؟ فهو بيروح الميموري يلاقي القيمه دي كلها، ياخدها ويحطها في القوس، وبعدين ينادي الفانكشن دي. الفانكشن دي مجموعه اوامر بتتنفذ ورا دي بتحسب بقى الروتس، فهو بينادي الفانكشن دي على الحاجات دي بعد ما يجيبها من الميموري. انا ممكن اكتبها مره واحده كده صح؟ ينفع؟ تمشي صح؟ ايه هي؟ وده مش هنا بس، ده في كل حاجه بقى. يعني ممكن يبقى عندك فاريبل وتعوض بيه زي ما كنت بقول له ساين اكس، حيث اكس ده يحمل قيمه الديجري او قيمه الراديان، وممكن اجي اقول له ساين 30 على طول صح؟ فاللي جوه القوس ده مش شرط يبقى فاريبل. ها طيب العكس بقى، العكس ان انا معايا روتس وعايز اجيب البولينوميال بتاعها. يعني انا معايا الروتس دي اللي هي ايه؟ اللي هم دول اللي هم سالب 3 و2. بقول لك اوجد المعادله الروتس بتاعتها اكس بتساوي سالب 3 واكس 2 بتساوي 2. تعملها ازاي؟ اقول له انا عايز البولينوميال، فكلمه بولي اختصار بولينوميال يعني، وادي له فيكتور. ادي له هنا فيكتور، الفيكتور ده يحمل الروتس بتاعت المعادله اللي هي سالب 3 و2. اقول له والله اذا المعادله بتاعتك هي تاخدها انت بتفهمها كده بقى، يبقى ده اكس تربيع اكس سالب 6 يساوي 0. فهو بياخدها منك بهذا الشكل ويطلعها لك برضه بهذا الشكل. ماشي؟ حد فيها مشكله؟ كذلك لو احنا جربنا برضه الصفر والسالب 1 والواحد اهي، صفر سالب 1 1 هتديك برضه نفس اللي احنا عاملينه من شويه بالظبط، تبقى عارف ان مفيش اكس تربيع ومفيش حد مره. طيب الحاجه اللي بعد كده ان انا محتاج اعوض في معادله، يعني المعادله دي اهي البولينوميال دي 7 سالب 4 3 4 اهي اف مثلا 7 سالب 4 3 4 دي بولينوميال. انا عايز اعوض فيها عن اكس بتساوي مثلا 1، اجيب اف في 1. تيجي ازاي؟ عندك حاجه اسمها بولي فال فاليو، يعني اعوض في البولينوميال دي بالقيمه كام؟ القيمة واحد مثلا. ايه؟ اه انا قلت البي؟ اه ماشي ماشي. البي دي اللي هي كانت اللي فاتت دي كده. البي كانت المعادلة دي اللي هي واحد سالب واحد، دي صفر. طيب في هنا ملحوظة بتقول ايه؟ ملحوظة لدي ولغيرها. بيقول لك افترض ان انا عايز اعوض مش عن واحد بس، انا عايز اعوض عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. يعني ممكن اجي هنا اقول له ايه؟ عايز القيمة من واحد لحد خمسة. بص كده انا هنا اديت له ايه؟ في المكان اللي كنت المفروض اديله قيمه يعوض بيها اديت له فيكتور، فهيطلع لي فيكتور. هياخد كل قيمه من الفيكتور ده يعوض بيها يطلع لي فيكتور. يعني مثلا الواحد التعويض بيه اديله 10، الاثنين التعويض بيه اداني 50، الثلاثه التعويض بيها اداني 160، لحد الخمسه ادتني 794. مفهوم؟ فمش في المعادله دي بس، يعني مش في الفانكشن دي بس، بصفه عامه
في معظم الفانكشنز يعني ما كانش كلها بتاعت الماتلاب، لما تدي الانبوت فيكتور يطلع لك فيكتور. مثلا شفت الساين كده، لما تقول له انا عايز الساين من 1 إلى 5 كده، فده برضو بيعوض عن كل قيمه. ساين 1 تديك الكلام ده، ساين 2 تديك الكلام ده، ساين 3 تديك وهكذا لحد الاخر. مفهوم الكلام ده؟ فدي ملحوظه اللي هنا ولاي حته في الماتلاب، لما تدي له انبوت ماتريكس بيديك ماتريكس.